السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا الصورة مزيان ديال ديك السيدة اللي قالوا راه شرطات لهم الطوموبيل، ما بانش ليكم شي شبه مع حريودة ماماتنا ندى حسي؟ شي وحدين قالوا هي، والله أعلم، ولكن لا أظن حريودة تغامر ودير هادشي وتخرج على راسها، راه واخا هكاك راه بعقلها. يكونوا زعما جابوا شي وحدة كتشبه ليها باش يتهموها هي، زعما الا مشاو تداروها اطنود ليهم نادا تريشهم وفكاية من وحلتيها. راه ما عندهاش الفرانات غير تران وغادي بلا ما يوقف شي محطه. الا مشات تجبداتهم راه تجي تجلس ليهم تما في الفيلا. ودني منكم قلوها عليكم، راه ما عندها عقل. نادا راه الا مشات تكعات راه غير جيب فم وقول مقطع الوراق، والا زغبكم الله راه تجفف بكم الارض، وما عندها لا مع ايتيكيت ولا صواب، غتقرن حجبانه وتقصدكم. عقلت واش دارت لكم واحد المره كاع ما قدرتوا تنفنفوا معاها. يا الله الا نسميكم قد الفم قد الدراع، كبروها وجيبوا حتى الشرطه العلميه والاف بي اي، وجيبوا حتى الموساد والكيجيبي والفيزيدي والديفيسيسي، خليها كبور. خليونا غير شي مره نتخلعوا منكم ونديروا بحسابكم. الدعوة في الله يحفظكم من شر الخلق والعدو إلى دارك في بالو. تياش من عدو، راك نتوما عديان لريوسكم وعديان لولادكم بهالتصرفات الصبيانية. شوفوا المشاهدين، هذه هي الدار ديالنا وعرفناها وراح حفظناها. على انتي خليتي شي قمت منها ما وريتيش، حتى من بيت نعاس ديالكم شفناه، حتى من ملابسك الداخلية تفرجنا فيهم، حتى من طريقة نعاسكم شفناه. واش بقى ديري هادوك الكاميرات اللي دايرهم برا ديرهم في بيت نعاس وخلينا نتعلموا. احيه خلاها عادي الامام، نتوما راه خاص الجمعيات ديال الاطفال ياخذوا لكم الدراري، راه خرجتوا عليهم، وخاص شي جمعيات جديدة تخرج للوجود تنوض ليكم. بحال جمعية ما تبحط عليا ما تبحط عليك، جمعية شطايتك لا تباتيش هنا، جمعية سلوقيتك علينا، جمعية حق البزيزيلة وما رضعات، جمعية ألف ليلة وليلة من الكذوب، جمعية حك ليا ظهري راني ما وصلتش للوسة خلي فيه، جمعية نقلي السم ونزيد في الهم، جمعية الأخوة حدها الجواج، ونساليوها بجمعية أطباء العيون حيت كتبقى تخرج في الدموع بزز باش تأثر فينا. دابا الا بغى شي صحافي يدير معاك شي جواب ها كيفاش غيكون؟ بيوتي كنرحبوا بك، عاودي لينا على هاد الهجوم اللي تعرضتي ليه. نعاودها لكم بحال الخوافه، جبنا واحد المره تسيق لينا الفيلا، وانا واخا حامله ومتقله قررت نعاونها، ولكن غير بلساني كنعطيها الاوامر، ويا ويلها ويا سواد ليلها دير شي حاجه من غير اللي قلت ليها. المهم لما ضاك تشقى وانا كنعضق، وهي تشقى وانا نعضق، حتى قلت للراجل سيد الرجال انا طالعه من بيت ابوها طالعه لبيت الجيران. عفوا ندمجت مع الاغنيه. المهم طلعت ندوش وقلتها لراجلي، حيت انا واخا ضيو الشواب لكن ضروري نقول ليه باغا ندوش، حيت هو اللي كيحك ليا ظهري وكينسد ليا رجلي ويسيق الحمام ملي نسالي. وانا كندوش سمعنا لفظيع ديال الباب، تخلعنا وقلنا اشنو هادشي. سولت براجلي ياك ما خلصتيش الضريبه؟ قال لي لا. قلت ليه الكريدي؟ قال لي لا. قلت ليه الموطو؟ قال لي لا. قلت ليه اللوا؟ سير شوف شكون مشى كيجري مع السياق، كان كيدور غير بكارسون. هبط خرج راسو من الباب شاف حبيويده ماما تحسي، قال ليها مرحبا ياك لاباس اش كاين؟ قالت ليه رزقي بغيتو دابا، حيت بكري كانت مسلفانه في الخميسات شي 1444 ريال وحنا ما عندناش الصف. قال ليها ما عنديش الصف. قالت لي والله ما تحط رزقي وشقى العمر ديالي حتى ما يعجبك حال. المهم قال لها صبري. قالت لي صبري تقادة. قال لها عمري؟ قالت لي انا مجوجة وهذا تحرش. قال لي لا
دخلي على موبايلك بافات ديالاتاي ونصاوبوهم مجموعين. قالت لي انا ما مسالياش عندي شي غاضات. قال لها ملي جيتي نبغيك لواحد الغاضات وبحلاوتك. قالت لي اما هو؟ قال لها تمشي حدا طوموبيلتي وديري راسك غضبانه وقوطيها وهاكي مقص اللي كنحس به ومريضنا ما عنده باس. قالت ليه علاش؟ قال ليها انتي مولاد الخير، اختي عندها مشروع والناس كيتسناو وحنا قلبنا محفوظ على اللي شعرها مطلوق وخاصني نفشل ليها المهمه باش مراتي العزيزه نولا رضاها راه الجنه تحت اقدام الامهات. قالت ليه واش هي امك؟ قال ليها وقالوا لينا الامهات ما حددوش شكون، وانا مراتي راها ام اذا هي كاينه ولا ما كايناش. زمطت الفادية الشعيبية. قالت ليه وملي تشدني الكاميرا ونتشد شكون يصوفيني؟ قال ليها غنديرو بحال ديما، غنخليو القنوات يهضرو علينا، نطلعو للطوندونس ندخلو الفلوس ونخرجو واحد 7000 فيديو فيه الكاميرا شدات مولات الفعلة، فيديو مولات الفعلة كتزاوج، فيديو مولات الفعلة شدوها البوليس واعترفت باللي حفظها، فيديو مولات الفعلة ضربها راسها وكتشرب دوليبران، فيديو مولات الفعلة عندها خالة، فيديو مولات الفعلة راجلها تخلى عليها ودا ليها الولاد وكنجمعوا ليها الفلوس، فيديو مولات الفعلة بقات فينا وسمحنا ليها. وهذه هي طريقتنا ديما، غير الناس ما كيعقلوش ومكلخين، درناها بهم شحال من مره والو كوان بالله يستر. وحنا عندنا برنامج حكومي كتسمعوا بالمخطط الاخضر، حنا عندنا مخطط اسود على غيرنا وحمر علينا، باغي نوصلوا للعالميه بافكارنا السوداء. كل عام كنفكروا في الجديد، شفتوا الوقت اللي نتوما كتنعسوا حنا راه كنبقاو نخططوا، والدليل ها انت شوف ليا في عينيا غتلقى المسافه بيناتهم غدا والتباعد علينا الحوال، حيت عين على تليفوني وعين على تليفون راجلي، حيت هو داير بزاف ديال الفوكونطات باسم بنات، وعرفتي حنا كنكذبوا الكذبه ونطيقوها، وشي مرات كيكون يجاوب فوكونط بنت وكنضور فيه كنتيق انها شي وحده باغا ديه ليا، كيبقى يحلف ليا وكنقلب ليه كنلقى انا اللي كنت فايته مصاوبه الفوكونط. المهم وين تما شي مرات انا كنصيدو بفوكونط ولا جاوبني كنصافقو باش يتعلم يخونني معايا. واش انا نتخان؟ كتفات صافق تقعدو ليه السنان. واش كرني الطبيب ديال السنان؟ قال لي تبارك الله عليك جي خدمي معايا، بقاي غير تصافقي باش يجيوني الكليان يدي فيها البراكه، البراكه اللي دخلت ليها يولي فيها غواج، على ماشي انا سبب رانيا تتشهرات ودارت لاباس ودابا فايتانا كطلع بلا شوها، وهاد زيد عندها شي مونتاج خطير كيحمق، وهاد بواس عندي مونتاجو خايب وحتى مستاجو خصوصا ملي تلصق في زفوريه المرقه. شوف هذاك الصحافي، انا بغيت هاد الفيديو يتشهر باش نبقى نعطيك البودويات اللي كيجيوني فابو، وجيب عائلتك كامله دير عندي لاسي فابو ونساو الرجال كلشي نرجعو ملط، ومنها نصوركم ونبين للناس ان الصالون خدام حسن من ديال الحاج. ايه ودابا شنو درتو مع حريوده؟ اش غنقول لك، هذيك راها حمقه ونخاف غير تفشله، المهم غنسكتوها بشويه ديال الفلوس الله تشبع. راه انا قلت ليه ما تدخلش حريوده في هذا الشيء، عطى الله دخل بعدا غير امي نعيمه تقول حرام حرام حرام، ناوي يطلع واحد ديو واعر. المهم هاد الخطه غات صدق ليا باينه، كلشي بدا كيهضر عليا، والمهم هو ما يديوهاش فرانيا نهار افتتاح مشروعها. فيما تبغي دير شي حاجه نجبد ليها مشكله، راه عندي واحد المذكره مسميها مذكرات شيطان فيها جميع المشاكل اللي ممكن ندافع بها على راسي. ايوا كي جيتك كاينه ولا ما كايناش؟